السلام على نبيه الكريم. مشاهدي قناة ثقافية، مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم تناعيت، حلقة جديدة. برنامج تناعيت في هذه الحلقة يتناول موضوع الرسالة الموسيقية والتنوع الثقافي الموسيقي في نفس الوقت. الرسالة الموسيقية اللي ما هي لا ترفيهية فقط، رسالة توعوية، رسالة تحسيس، رسالة إنسانية، رسالة وطنية، رسالة أخلاقية دينية. ولهذا السبب استضفنا لكم فنان موهوب ويعمل في هذا المجال من الياسر من الزمن، وهو الفنان مبابا والمحمد مبابا. مرحبا بك وسهلا مبابا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا بك. أولا لنصلي للحبيب محمد بن عبد الله. أعطي الشيء لا مولاد مالك الملك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو اللمبابا اليوم، ومع الأخ في الله وصديقه وحبيبه الشيخ بلده واللابا، قاعدوا اليوم في هاي التلفزة الموريتانية، ويا راجل المولانا يخلينا التلفزة الموريتانية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا الشعب الموريتاني، حمدي مولانا وشاكرينو. اليوم لنا أترككم شوي من الوحدة الوطنية. هاي الوحدة الوطنية اللي قاعدين نحن إليها اليوم، هذا الله واللمبابا، المبابا الملقب والمحمد المبابا الملقب واللمبابا، وهذا الشيخ والده واللابا. هاي الخطة ينقال هنجر، وصلنا في البياض وتنأت الوحدة الوطنية. أولا موريتانيا وفوق كل شيء، وهذه الموسيقى الموريتانية، وخطة نقول نحن نجر وناقئة في البياض، ورانا بقى المسلم الشعب الموريتانية. هاي جمهورية إسلامية الموريتانية برئيسنا محمد الشيخ قزواني ابن موريتانيا البار. نحن اليوم قعدنا في هاي التلفزة الموريتانية اليوم لأن أتوا شوية الشعب الموريتاني في الداخل والخارج. أولا طالب أنا بعد ولمبابا وأخي الشيخ ولابا من الشعب الموريتانيا، لقالتنا دورتنا نشوفيون أدروه. أولا سابق كل شيء يلا الشعب يسموا لهذه الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ويسموا لأولادنا، وهذا الرئيس اللي قاله محمد الشيخ قزواني ابن موريتانيا البار وحاكمته، وهذه الدولة الإسلامية الموريتانية. عليكم باللقاح القيح والكمامات وصق اليد بالصابون، إياكم وفوانا هذا وفكوا بلدنا منه، هذا مرض كوفيد 19 يفكنا وفكوا منه إن شاء الله، فيك جميع المسلمين منه. الشيخ لابا هاي خطة ينقال لنجارو حق الله. الله هذا ونجارو الله. زينات علو لي شوي
الله الله. عشت موريتانيا وعشت هاجمور اسامين موريتانيا رانيا نولن بابا طالب من شعر موريتاني الفقير الغني نمدوا ايدينا كاملين لرئيسنا لابن موريتاني بار وحاكمته نمدوا مليت ياك نقدر أدو وحدة وطنية ونمشي بلدنا لقدام. هذا الفن هي رسالة وراجع أمونا إن شاء الله توحد شعب موريتاني كامل أكحال أين ما يصيب عن بيضعين نحن كامل أبناء موريتانيا يصوى الصالي بيض منا والأخضر منا بدل من البياض اللي هو اكحل من ذا شوي يمكن أن تغدو الملكة هكذا طبعا نقدو غنو تيدناتن سنتين موجودات وذلك يخبطوا إلا مقام من مقامات نحن الموسيقى الموريتانية اللي مشتركينها كاملين فيها وهذا هو أهم شيء هو هون ما واخر عن اللين وإحنا تيدنيتنا ما واخر عن اللين معناها لأن لين اشتركوا نقدروا نتنهلوا بها بطريقتنا احنا موسيقتنا احنا الطبيعيه ويقدروا نتنهلوا بها بطريقتهم هم بنفس الطريقه وانتم لا مشتركين في الموسيقى معناها لان الموسيقى من بس موحدتنا بالمفهوم الحقيقي ان تغدو الملكه هكذا ظلام بدائيا وجفا مكحلا يمكن ان يقتال مسلوك نفسه وان تصبح الخمر الكريمه حمر يروعني ان تصبح قشريه تنو يداها يداها بالأسر روعني أن تصبحي قشرية تنو يداها بالأسر والحياة تجولين ليل لازقة هرة وجودية ليست تثير التخيل سلام على من كنت يا صديقتي فقد كنت أيام البساطة أجمل
بنجارو ذا. بنجارو. إيوه. بنجارو قد كلمة وزن ما حركت بنجارو. بنجارو فيها اسم من العجائب. إيه. تعدى لي وزنه. ونعدك وزنه. والله يتفضل وأسير وهكتو. لا وزنه تو مجرب لا مجرب لا مجرب وانا ملي قصار مولي هم تخفضوا مولي واسيلنا لوهاك نسمع شو قصار هون قبل 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 هون هاي نجرب واسع
شوف الشيخ هذا ملي كامل، هذا وزن، وهذا القم، وهذا لو نقول لكم تبي تقرا تجي تحنا للمبابا خاصة. نلمسك شوي منه تقرا والله لابد المس شوي منه اكثر. لو نقول هون هذه خطا ينقال كونو كونو كونو. كيف تكونوا انكنتم؟ كنو عندنا احنا كنو انكنتم؟ هي كونو. نقول كونو انتم تقولوا كونو. نقولوا كونو. ايوه زين. ايوه سيدي هكذا موريتاني. إن أتشار موريتاني إن هاي هي وحدة وطنية، هاي موسيقى كاملة موريتانية. والله واصل شو واصل هاي زينة. زين كامل في نجري أمري. شيخ لبا شيخ لداه لبا هاي خبطة ينقال لها دنبا دنبا قراءة في البتيت هون والله هاي في البتيت ماله أو عند احنا ينقال لها خبطة ينقال لها دنبا ترقص لا كي كونو كي كونو كل خبط ذلك زين
زين حتى معناه انه هون تحول نشر اظهار ثاني تدينيت او تمني لا في جانب الكحله بالنسبه للموسيقى الله الحسانيه تمني لا محتفظين على جانب الكحله كنا في مقعد جوقه منها وذاك راعينا قسنا بيقي عضال معنا لنا هاي شو قالها؟ هذا قال دنيبو دنيبو يقول بومبارة كل جات جي وانس رومادي إيش بير جات جي زين وقر هي خبطة لا بشروطها مخبوطة إيه رجاش زي من الأول أصلاً كانوا العرب كل عربي كيف نقول ولاد مبارك ولاد ولادة كانوا مولي ينخبط إيه رجال مولي قدماء يأدي صالح ولي كبر خالد لهم كبر مجد عايد عن طريق تيدينيت موسيقى شفت هاي دنيبة جات خبطها فنان حالك فنان بالزمن الأول يجيو جال دشرة صلاة الظهر وقال يدور بريت بريك وما الله تجينيته ويلوذ في المقصة وفي المراصة وفي كامل وفي الدشرة هذا بعد حسب اللي قال لي وتوف ماشي رابط تجينيته يدور يتبرك فيه ما راحت منه ما شاف حد الله تجينيته قام ماشي مقضر تلاقى مع راجل من العرب قالوا اجي وانت ايش جايز قالوا انا جيت هذه الشغله ما ريت حد مبرك عنه قالوا ويلي وهي جذرك عن جن قالوا انا ماني ملك ولا عندي شيء غربه القلب هو وهي تبرك عندي قالوا اجي وانا سي انا عندي ملك سي عندي فقير انا انت ملك عندي لقيت لو قلت لي بشي شو رايك وراني جاي من جاء دخلوا في بليل بالدار تويكيت اي جنوب وان شاء الله الحصيره هو قاعد يخبط جاتي هذه خبطه هذه خبطه نقول احنا والفنان هذا قاعد اللي يجي وقاعد لي الحصيره قلت له حسن قام يجي وقلت له تجي دار ابو في ابونه جا حاكم هالبلد قال له قالوا جاتجي هذا خبطه شنو قالوا هذه خبطه لكن تديو نقولوا حنا بومبار جاتجي ومنصر وماندي اجبر جاتجي زين وائر مي الظهر والعصر وقالوا خبطه مشات لكن تديو نقول هذا نقول هذا الدنبا هو جاتجي قالوا دنبا قالوا دنبا نسولو جاتجي ومنصر وماندي سلي فناني لا صراجه قالوا جبير جاتكي زين وائر مبوي الظهر والعصر وانا جبرتك انت دنيب هاي خلطه في البتيت شكل لنتد الشيخ ولد داوود وانا ولد بابا والفنانين ذانا في ارض موريتانيا بالاستعريض وبالمنفى وبالدرجه وبالسمع هذه الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه لرئيسنا محمد شيخ قزواني ونقول لهم انا الشعب الموريتاني كاملين جاتكي زين جاتكي زيني نحن هون قاعدين بلدنا الحمد لله رب العالمين وانت ممكن نحن الفنانين وهذه أرض موريتانيا الواسعة فيها للكورونا بالإسلام وبالدين وبالآفية وبالمعطى وبالمريستاري أشت موريتانيا إلى خبط هو يجيو لهذه خبطة قال لها جات في مصر وماندي خبطي نحن مولي هنا اليوم الشعب الموريتاني لرئيسنا محمد شيخ قزواني Thank you.
فإياك أن نفهموا للمتلقي المستمع المواطن الموريتاني لأن ما فهم فرق بين آلات الموسيقية، لأنها مشتركة كاملة للموسيقى، ولأنها تقدر تنهم ويقد حد يقبلها كاملة يشركها في بلد ويغني فيها اللي يبقى يغني يسوى بي طريقة. لا بقى يغني فولاري، لا بقى يغني صونينكي، لا بقى يغني وظفي، لا بقى يغني بومباري، لا بقى يغني حساني. المهم على أن الموسيقى مشتركة هي من أنفسها ولا فرق بينها، وهذا هو أهم شيء. تحاول تعدل لي نختمو بوزن هون بالفتيت، مع انه واخذين بالفتيت لياك نعود احترامنا الموسيقى بطريقتنا احنا زين وفرضناها فرض نفتو يقال ما يخسر شي بلي ما دامت تقد تخلق قال لي وحده وطنيه والله هذه وحده وطنيه حقيقيه احنا عدلناها وحده وطنيه والله والله انت لابس زي وانا لابس زي ياك صحيح وتجيني ماشي مولي متاسر يوم استعربيه معناها ان هذا ينقال وحده وطنيه هذه الناس والشعب الموريتاني ان هذه الوحده الوطنيه ومثل ما نقولها مولي راجل ام مولانا لا شعب موريتاني كامل يتحاكم بما بينهم هاي دينا ما مرق فايته هذه رساله المهمه ومدوا ايدينا لهذا ابن موريتانيا رئيس جمهور اسلامي موريتانيا محمد الشيخ قزواني وحكمته وهي دوله موريتانيه معنا الفقير والغني من يتحاكم ومدوا ايدهم من حكومتنا ورئيسنا موريتانيا بتسناس وماشي للقدام ان شاء الله بما تعالى هاك صحيح وهالوزن رأي اللي خطوه بنتيت هاي خبطه بنتيت في هذه بليده بهاي دنيبه باسلها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله اللزين اللي أجت والله يد اللزين حتى والإبداع صراحة. إذن نهاية هذه الحلقة مات أنا يكون نشكر الفنان الكبير أمبابا والمحمد أمبابا على قبوله لهذه الدعوة وتشريفنا بهذه الحلقة اللي رائعة تماما واللي راجين إن شاء الله على أنها يوصل مفهومها رسالتها من أجل وحدة وطنية من أجل فهم على أن الموسيقى عندها أكثر من هدف وأنها رسالة كبيرة وعميقة وأنها عندها فنانينها اللي يحاولوا لأنهم يوصلوها لهذا المستوى الرفيع ومبابا فعلا والمحمد مبابا من أوائلهم وشاكرين نشكر كذلك الفريق اللي انجز على هذه الحلقة معانا على الصوت عبد الله محفوظ على التصوير أحمد طالب ولا أحمد فال وعلى الإخراج بعيشة من الطاهر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.